الضوه الثالثه ديال ايام التراث لمدينتي رباط وسلا. نحن هنا في امام باب مريصة. باب مريصة هي الابتداء ديال واحد الجوله اللي غدينا من نشوفوا المآثر المهمه ديال هذه المدينه العتيقه، من بينها الجامع الكبير، المدرسه المارينيه، السوق الغزال، السوق الكبير. وشنو هو الهدف ديالنا؟ الهدف هو المجتمع، الاطفال والكبار. اليوم عندنا غير الاطفال نهار الجمعه والسبت والحد، جميع الناس. شنو هو الهدف؟ الهدف الناس يكتشفوا العظمه ديال المآثر ديالنا، والعظمه هنايا ديال مدينه سلام، مدينه عتيقه اللي التاريخ ديالها راجع للقرن 10. الجامع الكبير تاسس في اواخر ديال القرن 10، وهنايا قدام باب مريصة والثقافه المارينيه اللي عظيمه. وهذا هو الهدف ديالنا، نقدموا للاطفال التراث ديالهم. حنا بي واحد، حنا هذا بلد واحد هو المهم. اذا حنا كنستمتعوا بالمهاجر ديالنا، كنبقاو نسترجعوا ذكريات الماضي، داكشي علاش كنجيو كنفرحوا مع الدراري، كنزوروا المهاجر باش نفرحوا، حاجه نتفكروا دابا الذكريات ديالنا.